العنوان هادو في الظروف الحرجه اللي متعدين مع الرجاء. تبارك الله عليكم، تحيه ليك انت خاصه. الله يبارك جميع الجمهور. الله يحفظك. كانوا عندنا مشاكل كثيره ناسيك، هذه اول يعني تدخل ديالي في هاد السنتين الاخيرتين، اول مره كندخل من هذا المنظر. وي وي عشنا احداث كثيره. وي السنه اللي فاتت وي مشات لنا البطوله على والو. وي نسينا كاع التشويشات اللي وقعات. وي نسينا كاع المشاكل اللي وقعات لنا السنه اللي فاتت، ورقمناها ودازت. وبدات السنه، هاد السنه استعدينا، درنا انتدابات، يعني كان مكتب احترافي، جميع للمكتب، جميع المنظومه كانوا احترافيين في التعامل. ومشينا الحمد لله، حطينا رجل مزيان، وتما غادي الفريق مزيان. اوكي وي. جات المشكله ديال الالقاب. وي المكتب يجيب القاب، جا السعبان، جا هادي، جا المشكل ديال الراس. وي تما العصبه انهم تكونسونطراو مع رادس. وي نساو البطوله، بقات البطوله ما انطلقاتش. ما كاينش لا من يتكلم، جميع الفرق المغربيه كل شيء ساكت وكيشوف الفساد وساكتين. وي الا الجمهور ديال الرجاء بوحدو هو اللي كينوض وكي ديال الواحد على الاقدار. لا ما كانش اتحاد، خاص غير ديال المنظومه. كاينه عصابه كتسير هذه المسائل هذه. تمام. حنا راه بان لينا، راه ولينا كنا عايشين كل يومين، كل سيمانه، كل يومين كنتعرضوا لذاك الشيء اللي كنشوفوا فيه. وي ماشي مهم. دازوا تشويشات، كانوا تشويشات مباشره. الوردي عقلتي بانه اتهامات بانه قتال هذه من هنايا وحنايا في مقابلات، كيخرجوا لك اشاعات قبل من الماتش بثلاثه السوايع باربعه. وي وعاد التاجيلات، عاد حق واقيلا المقابله في طريقها الى التاجيل، لا حق هذه. المساله ديال راس هي اللي كانت كنقولوا ان الحظ السعيد هي ما بغيناش حنايا، حنا الغريم يعني تعرضوا للمسائل ديالهم بيناتهم، ولكن كانت واحد الفتره كانوا نساو هذوك الناس، نساو الرجاء. تما فين درنا انتدابات مزيانين، تما فين تبتات الرجاء ودارت استعداد قوي وفعلا الفريق قوي، ولكن راه ضعفونا هما. وهما ضعفونا اخويا، وكنا هربنا فيها من الدوله 23، كنا فارينا. وياه ولا هذا الشيء اللي خص. هذا الشيء اخويا كنشكرك على التدخل ديالك، انه هنا الرجاويين فين خصهم شويه يخدموا العقل ويعرفوا بان الناس هذا الشيء راه كيضعفوا فينا، راه كيجرونا لتحت. اللاعبين ديالنا، هاد الكلمه بغيت نوجه للطاقم التقني، وحاجه راك شتي السلامي تا هو داز في اللجنه ديال الاخلاقيات حقه هادي. وي اربعة د الماتشات ما بغاو ينقصوا فيهم حتى ماتش. عيطوا ليه لدارهم، هادي المشاكل. المهم هذاك الشيء كامل سرقناه، هذاك الشيء سرقناه، ولكن برمجه ولات المسائل، ولينا حنا مكسولين، ولات كتجي فينا الضربه، ولينا مولفينا. اش واحد اللي ضهرو رطاب بالعصا؟ وياه ما بقاش كت داك الشيء اللي ما بقى دم ناقصاح، لحم ناقصاح. هذا هو المشكل. يعني كاع هاد المسائل وهاد الاحداث اللي بغيت نقول هي راه دافع كافي لتحفيز هاد اللاعبين. وغادي يشوفوا العصبه ان شاء الله، لان فيت واحد الزيرو والزمالك راه ماشي فريق اللي يخلع. البوابه ديالنا والصحافه الصفراء ديال الاضريفه هي اللي دارت من هاد الدرجه من هاد الفريق. عندهم بيبتي والفلوس، راه ماشي هي كره القدم، راه حنا المغاربه، راه حنا بحال البريكزين. دابا ولكن كويري عليهم. دابا خويا يونس شي، دابا الزمالك اللي نفخوها بحال هكا، كنشوفوا الاهلي، الاهلي مثلا ماشي شي فرقه اللي هي كتخلع. الاهلي راك شتيها فريق متوسط، ماشي شي فريق قوي، فهمتي؟ وهربات عليهم، هربات عليهم. شحال ديال النقاط بينه وبينهم؟ شو شحال هربان؟ والو صحاح باش كت كيجيبوا لعابه صافي، هادشي باش. اما تقنيات والفرديات، احسن مقابله دارت الزمالك في هذا الموسم كامل هي المقابله ديال الترجي ديال السوبر. صافي هادشي اللي كاين، هذاك هو الطوب، هذيك هي القمة ديال هذاك الماتش، وغادي تعرف القمة ديالهم. وي احسن من ذاك الماتش ما داروش. نعم اخويا. دابا اخويا يونس، دابا اش يمكن لك تقول لنا دابا على الحالة الله هنا، واش كاين حظوظ ان نلعبوا ان شاء الله الماتش روتور؟ واش يمكن لك تقول لنا؟ والله
او عندك شي رساله او عندك